تقع شمال ترينيداد سلسلة من الجزر التي تقوم بين صفائح تكتونية. كانت هذه في الماضي منطقة نشاط زلزالي قوي أدى إلى ظهور جزيرة دومينيكا، وتعد أكثر الجزر حداثة حيث تعود إلى 26 مليون عام فقط، بطول لا يصل إلى 50 كيلومترا، ووجود قمم بركانية يساوي قطرها 1500 متر فوق البحر. تعد جزيرة عمودية برغم مساحتها الصغيرة، إلا أن دومينيكا تضم 9 براكين نشطة من مجمل 17 بركانا قائما في الكاريبي. كل هذا الرماد الناتج عن هذه البراكين جعل التربة خصبة جدا، يمكن أن تنمو فيها كافة الأنواع. ازدهرت النباتات وتشكل أزهارها الغذاء لأحد أسرع الكائنات تنقلا في الكاريبي، العصافير الطنانة. بافتقادها حاسة الشم تعثر على السكر الذي تحتاج إليه عن طريق زيارة أزهار الغابة التي تروج لعطرها عن طريق ألوانها اللافتة. تملك هذه الكائنات النشيطة أسرع تبدل غذائي بين الحيوانات الفقارية على وجه الأرض، فقد تنبض قلوبها أكثر من 1000 مرة في الدقيقة الواحدة، وقد ترفرف بجوانحها 200 مرة في الثانية الواحدة عندما تغوص. للحصول على الطاقة الكافية للطيران لابد من تناول الطعام كل 10 دقائق وقرابة 3 أضعاف وزنها يومياً. بطول يبلغ 9 سنتيمترات فقط، يعد طنان جزر الأنتيل ذا العرف الأصغر في الكاريبي. فقط الذكور منها تحمل هذا العرف الأخضر الرائع الذي منحها اسمها. الإناث أحادية اللون، وهذا ما يساعدها على التمويه أثناء تربية صغارها. تحتاج الصغار إلى بروتين إضافي، لذا يجري إطعامها خليط الرحيق والحشرات المفرز. إنها تنمو بسرعة بفضل هذا الغذاء. يصنع العش باستخدام حرير العنكبوت، ما يجعله مطاطا حتى يتمدد مع نمو الفرخ. تصبح جاهزة تقريبا لمحاولة الطيران بعد 2 أسبوع فقط من التفقيس. يؤدي مهضي الكاريبي البركاني دورا مصيريا آخر، فالجبال التي دفعت إلى أعلى أصبحت طويلة جدا، وأصبحت تتمتع بطقسها الخاص. مع انبعاث الهواء الرطب من البحر تتشكل الغيوم، وعندما تبرد تهطل الأمطار على الغابات في الأسفل. الغابات المطرية هي ودون شك الأنظمة البيئية الأولى من حيث التنوع الحيوي في هذا الكوكب، ولا تعد الغابات المطرية في بورتوريكو استثناءً. شمال غرب دومينيكا تقع جزيرة بورتوريكو في منتصف الكاريبي. تقع شرق الجزيرة جبال لوكيو التي يبلغ ارتفاعها أكثر من 1000 متر، وتعد موطناً لغابة إليونك الضبابية الخضراء. تمثل هذه الغابة المطرية ملجأً للزواحف، حيث تتشمس سحلية ضخمة على جذع شجرة. تمتلك هذه السحال الضخمة فكاً طويلاً، لذا تعد عضتها قوية، وتملك كالحرباء عيوناً تتحرك بشكل مستقل.
مثل أبو بريص، تمتلك وسائد لاصقة أسفل أصابع أقدامها ما يسمح لها بتسلق السطوح العمودية. الوقواق هو المفترس الأساسي، يلتهم أي سحلية يمسك بها. حان الوقت لتكون أقل وضوحا. ليس واضحا إن كان قد لاحظها الوقواق، ولكن السحلية ليست جاهزة للمخاطرة، سيكون من الصعب الإمساك بها في الأعلى. لكن الوقواق يحاول بجد الإمساك باليسروع. تشكل السحالي 75% من غذائه، ولكنه يكمله بالعناكب والحشرات واليرقات. تدب الحياة في ليل إليونكي مع صوت الفائزين الحقيقيين في الغابة المطرية، البرمائيات. يعيش هنا 13 نوعا مختلفا. لقد أمطرت السماء وبدأت تسمع أصوات ذكور الضفادع في كل مكان. يقوم نوعان بإصدار الصيحة المغرورة التي جرت تسميتها تيمنا بها. الغرض من هذه الصيحة لفت انتباه الإناث وتحذير الذكور. الذكور هنا كو والإناث كي. تجلس الإناث الأضخم بالقرب من الذكور في محاولة منها لسماع صيحة تلفت انتباههم. تقترب الأنثى عندما تشعر بالاهتمام. إن أعجبها ما تراه عن قرب تقترب منه على نحو كاف للمسه. التلامس هو بمثابة إشارة إليه، فيبدأ بإرشادها إلى موقع العش الذي اختاره سابقا. يمثل سعف النخيل الجاف العش الأمثل. تضع هذه الأنثى بيوضها بالفعل. وعند اكتمال مهمتها تغادر الأنثى. تترك الأنثى مسؤولية الرعاية للذكر، حيث سيهتم بالبيوض حتى تفقس. تعطي الأمطار الهاطلة الجزر إمدادات وفيرة من المياه العذبة الضرورية لاستمرار الحياة فيها. تتدفق كل هذه المياه باتجاه المحيط، تسحب المواد الغذائية من التربة وتصبها في البحر الكاريبي. وحتى هنا نلاحظ إشارات نشاط بركاني. تبعث المنافذ البركانية المغمورة بغازات من شقوق في أرض البحر. تعد هذه المياه الدافئة الغنية بالمواد الغذائية مثالية لأحد أهم كنوز الكاريبي، الشعاب المرجانية، التي تعد موطناً لأكثر من 800 نوع مختلف من الأسماك والكثير من القشريات واللافقاريات. قد تبدو كحدائق تحت الماء، ولكن الشعاب المرجانية هي في الحقيقة مستعمرات ضخمة لملايين الحيوانات الدقيقة التي تدعى البوليب. تخلق الشبكة المعقدة للشعاب المرجانية المتزايدة.
تبدو ساكنة، ولكن يمكن أن تنمو الشعاب المرجانية لتصل إلى 15 سنتيمترا في السنة. معظم الأسماك التي تجد ملاذها وحمايتها في هذه الشعاب لا تعيش في أي مكان آخر في هذا الكوكب. لا تعتمد الأسماك والزواحف البحرية وحدها على هذه المياه، بل وكذلك الثدييات البحرية الضخمة. الضفة الفضية عبارة عن منطقة سطحية من البحر فوق رف حجر كيلس في شمال جمهورية الدومينيكان. غرقت سفينة شراعية إسبانية هنا في القرن 17، وجرى فقدان حمولة مكونة من كنز فضي في البحر، وهكذا حصلت الضفة الفضية على تسميتها. في الوقت الحالي تخفي هذه المياه كنوزاً مختلفة. تأتي إناث الحيتان الحدباء إلى هنا للولادة. تمثل هذه المياه الهادئة مكاناً مثالياً حتى تتعلم الحيتان الحديثة الولادة في جو آمن. العلاقة التي تربط بين الأم وصغيرها قوية جداً، لا ينفصلان عن بعضهما بعضاً، حيث تعلم الأم صغيرها المهارات التي يحتاج إليها. بين شهري ديسمبر وأبريل يمر قرابة 3000 من هذه الحيتان في الضفة الفضية. عندما يحل فصل الصيف تتوجه الحيتان إلى أرض الغذاء التي تبعد آلاف الكيلومترات في شمال الأطلسي. دور الكاريبي كحضانة ضروري جدا لنجاة هذه الحيتان الرحالة. تحتوي تقريبا كل الجزر الكاريبية على شعاب مرجانية قرب شطآنها، ولكن لا تحتوي ترينيداد على أي منها. تقع قريبة جدا من أمريكا الجنوبية التي تصنع شقوقها من نهر أورينيكو، بحيث لا تنمو فيه الشعاب، ولكن الشعاب المرجانية كانت موجودة هنا ذات يوم. كان جبل تامانا الموجود في مرتفعات الجزيرة حاجزا مرجانيا رائعا. قامت القوى التكتونية منذ آلاف السنين بدفعه قرابة 300 متر فوق سطح البحر. الآن يمثل الحاجز المرجاني القديم شبكة كبيرة من الكهوف الكلسية. تستضيف هذه الكهوف مليون خفاش. تعد ترينيداد موطناً لما يقارب 70 نوعاً مختلفاً من الخفافيش. يقيم 11 نوعاً منها في كهوف تامانا. أرضية الكهف مكدسة عالياً بروث الخفافيش، ما يدعم بحد ذاته التنوع الحيوي. المجتمعات التي تنمو على ذرق الطائر قد تكون متميزة جدا. الكميات الوافرة من الروث تؤمن مصدر غذاء مستقرا للصراصير، بينما تمثل الصراصير مصدر غذاء لحيوانات أخرى كعقرب الصوت. في ضوء الشمس الضعيف الذي يصل إلى مدخل الكهف تنمو البذور التي خرجت مع براز الخفافيش، ولكن نقص الضوء يتسبب بضعف الشتلات. تنمو الجذوع بحثاً عن ضوء الشمس. فوق الأرض تبدو الغابة غنية بأزهارها، ثمارها وحشراتها، وكل مساء مع غياب الشمس تطير الخفافيش بحثاً عن الطعام. يسافر بعضها عميقاً داخل متاهة تصل لـ300 متر أسفل الأرض في الأنفاق والحجرات.
مع مغادرة الكثير من الخفافيش عبر مدخل صغير واحد قد تستغرق الرحلة عدة ساعات. بين شهري ديسمبر ومايو تكون الحياة في هذه الجزر هادئة، ولكن مع حلول الصيف قد يصبح الكاريبي بالكامل مكانا مظلما. من يونيو إلى نوفمبر غالبا ما تضرب هذه الجزر أعاصير قوية، تبدأ معظم العواصف الاستوائية على ساحل غرب أفريقيا، تندفع عبر المحيط الأطلسي وتمتص الحرارة من المياه الدافئة حتى تزداد حدتها. جزر الكاريبي هي بقعة الأرض الأولى التي تحدث فيها هذه الأعاصير. تتحول العاصفة إلى إعصار عندما تتجاوز سرعة الرياح 120 كيلومترا في الساعة ليصبح إعصارا من الدرجة الأولى. في أعاصير الدرجة الخامسة تصل السرعة إلى 250 كيلومترا في الساعة. حتى مع أفضل التوقعات الجوية لا يمكن أن يحدد أحد متى سيضرب الإعصار. قد يصل علو الأمواج الناتجة منه إلى 20 مترا وهي ترتطم بالسواحل. تتمتع العديد من جزر الكاريبي بدفاع حي مستمر ضد التآكل، غابات المانغروف بوجود قسم منها على اليابسة وآخر في البحر تمثل حائل أمواج طبيعيا. يقلل تشابك الجذور قوة الأمواج الكبيرة والعواصف. يقع مستنقع كاروني على ساحل ترينيداد الغربي. ينغمر المانغروف بمياه البحر مرتين في اليوم بسبب ارتفاع المد. لا تتلائم مع هذه الظروف المالحة إلا بضع نباتات، ولا تنمو في معظم غابات المانغروف في الكاريبي إلا ثلاثة أو أربعة أنواع من الأشجار. تصبح هذه الأشجار حضانة للعديد من صغار الأسماك. هناك الكثير من الأسماك التي تعيش بقربها. يقدم الارتفاع المستمر للمد فرصا وتحديات لكل الكائنات التي تعيش هنا. عندما يكون المد منخفضا يمثل طين المستنقع السميك مصدرا غنيا بالغذاء لمجموعة سرطانات البحر العابثة، حيث يحتوي كل مقدار ملعقة شاي من الطين على 10 ملايين بكتيريا. تستخدم الذكور مخلبها الصغير لتتغذى على هذا الطعام المجهري. بينما تحافظ على مخلبها الكبير الذي يشبه آلة الكمان للتلويح، هذا مصمم لجذب الإناث والدفاع عن مخابئها ضد المنافسين. تختار الإناث رفيقها وفقا لحجم المخلب ونوعيته وعرضه. يعد وجود ثغر للهروب أمرا ضروريا بسبب الحيوانات المفترسة. عندما ينتهي المد تتدفق طيور أبو منجل القرمزي إلى المياه السطحية لتتغذى. تتفحص الطين بحثا عن القشريات كالسرطان العابث والقريدس. يمنحها غذاؤها المكون من المحار الأحمر والغني بالكيراتين ألوانها الزاهية. تولى
تولد الصغيرة منها رمادية اللون، ويستغرق الأمر قرابة عامين حتى تتناول ما يكفي من الكيراتين حتى تصبح حمراء اللون. تغميس السرطان بالماء قبل ابتلاعه يساعد على إزالة الطين عنه. كل مساء وقت الغسق تعود طيور أبو منجل بمجموعات كبيرة إلى الجزر الصغيرة داخل المانغروف، تتجمع بالمئات حتى تمضي الليلة. انفصلت ترينيداد عن أمريكا الجنوبية منذ حوالي 12 ألف سنة، عندما ارتفعت مستويات سطح البحر في نهاية آخر عصر جليدي، ونتيجة لذلك حصرت بعض ثدييات البر هناك وهي لا تعيش في أي مكان آخر في الكاريبي. تمثل الجزيرة موطناً لقبيلة من قرود الكابوتشي البيضاء العنق. يشتهر هذا القرد الصغير بكونه كائناً بدائياً واسع الحيلة، ولكن الحياة على جزيرة في الكاريبي تتطلب مهارات خاصة. اكتشفت هذه القرود في ترينيداد أن ثمار الكوكا الناضجة لأشجار النخيل هي مصدر غني للغذاء. امتلاكها لذيل قادر على إمساك أي شيء يسمح لها باستخدام يديها لتناول الطعام. برغم أنها تتناول الرحيق أيضاً، إلا أن الفاكهة هي طعامها المفضل بلا شك. لا تعد ثدييات أمريكا الجنوبية الكائنات الوحيدة الغريبة عن الكاريبي، وللوصول إلى جزر أبعد من ترينيداد قدم بحر الكاريبي حاجزاً كبيراً. يعد نخيل جوز الهند المميز إضافة جديدة إلى الكاريبي. أصله من جنوب شرق آسيا وقد وصل قبل 5 قرون فقط. أشجار النخيل هذه تواجه العواصف الاستوائية في هذه المنطقة. ينتشر ما يقارب 4000 جذر تحت الرمال، ما يمنح الأشجار مرتكزاً ثابتاً لمقاومة الأعاصير المتكررة، كما أن الأعاصير أيضاً تساعد على أسفارها. في غضون 500 عام فقط انتشرت ثمار جوز الهند فعلياً في كل جزر الكاريبي، ولكن بعض الحيوانات نجحت أيضاً في تنقلها بين الجزر وبأساليب ذكية. استعمرت الإجوانا العديد من جزر الكاريبي الشرقية، ويعيش 10,000 منها في جزيرة دومينيكا. تتبع الإجوانا تسلسلاً هرمياً صارماً وفق الألوان. تتحول الذكور المسيطرة إلى اللون الرمادي الغامق، بينما تتلون الإناث والصغار باللون الأخضر. يدافع كل ذكر مسيطر على منطقة صغيرة قد تحتوي على 7 إناث معششة. يجري تحذير المنافسين بعرض تمايل الرأس. تعد الإجوانا قصة نجاح في الكاريبي.
فلقد قلبت الدمار الناتج من الأعاصير إلى مصلحتها باستخدامها للهجرة إلى جزر كانت لتكون دون ذلك بعيدة المنال. لقد تشكلت جزر الكاريبي على مدى ملايين السنين من النشاط البركاني، تقبع في منتصف إعصار آلي تجابه أكثر العواصف قوة على وجه الأرض. ولكن هذه الجزر تعد موطناً لأنواع مذهلة من الحيوانات البرية، من الانتهازية المحنكة إلى المتخصصة. تحمي جزر الكاريبي الكائنات التي تعيش على الخط السريع وتجذب البحارة من كل البقاع. برغم أن أساطير البحارة قد اختفت منذ زمن، إلا أن كنوز الكاريبي ستبقى.